لو الحكاية فيها إن فيديو فأنت لما بتوصل، يعني أنا بتكلم دلوقتي الحمد لله مستورة لأنه بعمل أكتر من عمل وكل حاجة، ففي حاجات بتغطي عن حاجات وبتاع، بس في بداياتي يعني الشركة لما بتتأخر كنت مرات بوصل مرحلة ان انا بيبقى معايا مثلا 50 جنيه، ببص لها بقول انا حامل بيها ايه دلوقتي، حامل بيكي ايه، حامل بيكي ايه بجد يعني. هي دي اللي تمتلكيه، هي دي، لانه احنا يعني بتكلم عن البدايات برضو يعني ده حتى قبل فترة كلام نسوان يعني في المرحلة دي كنت يعني الفلوس بتدخل وبتطلع بسرعة قوي لأنه مصاريف الفنان كتيرة جدا، وأنا شخصيا مسؤولة عن نفسي يعني إيجاري وعشتي كلها ورتم حياتي اللي ممكن ما يقدرش يتغير لأنه تعودت أن أنا عايشة في قطر حياة معين من وأنا صغيرة يعني. فتيجي يمكن هو باد مانجمنت في فترة من فترات، فتلاقي نفسك فجأة الدفعات اتأخرت وانت يعني مفيش غير الفلوس دي معاك. بتعملي ايه وقتها؟ وقتها في ناس، في حد يعني مشكلة كان عندي، والمشكلة دي يمكن في ناس كتير ما بتعرفهاش، ان انا ما اقدرش اطلع فلوس يعني ما اقدرش حد يبعت لي من تونس لانه العملة الصعبة ما تقدرش تطلع من بلدنا لو انا مش طالبة او في حاجة كده يعني. لازم ابقى متسجلة في جامعة عشان يعرفوا يحولوا لي اهلي، فما ينفعش تطلع الفلوس من اهلي حتى تحويل، ده ممنوع، العملة صعبة ما تطلعش. ولا اقدر انا كمان لو رحت اطلع معايا، هو قانون يعني لو واحد يتقفش بفلوس زيادة ده في قضية وحكم عليها. فبعتمد على الله في الموضوع ده، بتحصل يعني يمكن مرة يعني عادي واحد ينام مرة جعان، ايه المشكلة. انا على فكرة من الناس الحمد لله ربنا كرمني جدا وعايشة عيشة مرتاحة جدا جدا الحمد لله، بس انا من الناس اللي ممكن اقعد اكل معاك في الارض دلوقتي وب $100 بعيش وب $1 بعيش، دي ده مبدا فيا. انا مهيئه لكل المراحل بتاع الحياه، والحياه دي مخزنه لي ايه، مخزنه لي خير بكره او مخزنه لي فقر، انا مستعده لاي مرحله من الحاجات دي. هي الفكره انك هنا تتاقلم، لانه الرضا بيبقى من جواك، قناعه والرضا ده بتبقى انت تتاقلم بالفكره دي من خلال ايمانك بربنا وانه ربنا عمره ما يسيب عبده كده يعني. اكيد اي حاجه بيديها لك ليها وراها مقصد، وراها بيجربك ربنا في كل مراحل حياتك يعني. فانت ايمانك قوي فبترضى بكل حاجه. مين سندك؟ سندي اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى يعني، ده اللي بعتمد عليه اكيد في كل خطوه يعني. من وانا طالعه من الجراج وانا بقول ايات قرانيه كل مره، ايات بقرا حاجات كتير في سري، دي بحسها بتحصنني من الطريق ومن تعرف طريق بقى ومن مؤمنه بالاقدار اكيد يعني، ما فيش حاجه بتيجي صدفه. بس بعتمد برضو على الناس اللي هم في حياتك الحقيقيين، لانه بتكتشف مع الوقت ان في ناس كتير قوي بتاخد منك كتير وهم ما لهمش لازمه في حياتك، فتضطر انك تغربل وبتوصل لمرحله عمريه في حياتك بتقول انا مش عايزه ادخل خلاص ناس جديده، اللي هم موجودين كفايه دول في حياتي خير وبركه. بعمل كلوز مش اجتماعيا بس على العلاقات اللي هي على المستوى الضيق جدا اللي هم البيست فريندز دول، ده قفلته خلاص. مالكيش؟ قفلته من سنه عشان ابقى من سنه. احنا كنا عايزين نقدم هنا. لا ما عنديش مشكله. انت اهلا وسهلا، انتوا اصحابي اصلا. طيب انا عندي سؤال بس. اتفضل يا فندم. هو بس باحساس المواطنه التونسيه والسوريه يعني، شعور حضرتك ايه وقت اندلاع الثوره في تونس؟ شعور مخدرم. الربيع العربي في البلدان العربية يعني، ما بقتش عايزة اتكلم في الموضوع ده لانه هفاجئك انا هفاجئك بالرد. يمكن ما اعرفش يعني، انا لو سألتني على الاحساس وقتها كان في عياط كتير وفرحة يعني، شعور مخدرم كده. بس ما بقتش عايزه اسميها ثورات تلقائيه لانها مش حاسه انها كانت تلقائيه خالص.
نسميها مؤامرات مثلا؟ ما اعرفش تسميها زي ما انت تسميها، بس ما بحبش اتكلم في السياسه عموما يعني. بليز تمام. طيب كان ليكي السنه اللي فاتت احنا كنا بنتكلم قبل ما نسجل فيلمين جمهوريه امبابه اللي انا ما شفتوش، اللي انت ما شفتوش عارف طبعا وهتقولي طبعا اسباب اللي انت ما شفتوش، وفيلم خطه بديله. خطه بديله اللي انا بحبه الفيلم ده، هو طبعا نجح بعد ما نزل على يوتيوب محقق ملايين، مش عارف انت تعرفي ولا لا. لا بس ده يساعدني الموضوع ده اكيد، مبسوطه بمعلوماتي ما كنتش عارف. عمل ارقام خياليه جدا. هو فيلم كويس يعني، دي اول تجربه للاستاذ احمد عبد الباسط، وانا متاكده ان الاستاذ احمد من التجربه دي هيعمل حاجات اعلى بكتير يعني. اكيد هي تجربه اولانيه، ففيها اكيد حاجات صعب كتير، وفي حاجات ممكن يعملها احسن، بس شايفك في المجمل عمل كويس جدا يعني. بالعكس جمهوريه البلد، ايه حكايه جمهوريه البلد على فكره؟ تشتغل ناس، انا انت تبقى فنان عند وعدك وعند كلمتك، لانه مش عشان انت مرتبط بعقد، عشان انت فنان ملتزم. بس لما يبقى المنتج مش ملتزم او المخرج مش ملتزم معاك، فده تبقى الكارثه. عبد العزيز طبعا ماديا برضه، ماديا اكيد يعني، حتى هذه اللحظه لم تتقبل. لا ما خدتش الجزء الاخير طبعا، وما صوروش اليوم الاخير، ولغوا الثلاث مشاهد اليوم الماستر سين مع باسم سمره اللي انا موقع الفيلم عشان المشاهد دي، بالنسبه لهم عادي يلغوها يعني، والمخرج موافق جدا. فانا ما وقعتش على فيلم ناقص المشاهد دي، انا وقعت على الفيلم عشان المشاهد دي. لما انت تلغيها ومش فارقه معاك عشان انت عندك فيلم عامل هيصه كده، فانت خلاص انت خدت قرارك، انا الفيلم ده ما بيلزمنيش. بس اتردت ساعتها ان سبب عدم تصوير المشاهد ديت الازمه اللي كانت بين باسم السمره وبين احمد. مش مظبوط. وباسم سمره وكلنا واحمد وفي كلنا كنا عندنا استعداد ننزل اليوم ده نصور، وفاضل اليوم بس لغوا اليوم ده ما تصورش فيه. واليوم ده اصلا هم لغوه، كانوا بيحجزوه مليون مره معايا، وبلغي سفر وبلغي مليون حاجه، وعندي التزامات بصور في عز مسلسلات رمضان، بلغي كل التزاماتي عشان افضلهم اليوم ده. وزقيت مره سفر وهم عارفين ان انا لازم اصور جمعه عشان هسافر السبت، كان المفروض اسافر الاثنين. يعني انا ملتزمه معاهم بس هم مش ملتزمين، فخلاص يعني كل واحد بيعرف قيمه نفسه في الشغلانه دي، خلاص هم شايفين كده خلاص. ولا عايز اشوفه اصلا، مش عايز، ما اعرفوش في المدى. كم عمل سقطين حساباتك في مشوارك في مصر الفني كله ولا في مصر؟ في مشوارك في مصر يعني، احنا ما نعرفش اللي تقدمت في تونس. مش ضروري اسميهم صح؟ لا لا اوكي. عمل ثلاثة في وقت قصير اعتقد يعني عدد رقم صح؟ لا سينما ودراما الاثنين يعني. الدراما لو انا ما اتفرجتش على المسلسل فانا مسقطه من حساباتي، والفيلم لو انا ما رحتش شفته فانا مسقطه برضه، هي دي الفكره. طب عندك الجراءة انك انت تقولي اسماء؟ لا مش دلوقتي، لسه شويه ممكن اعلن عن الموضوع ده، بس مش دلوقتي. الاسباب عندك طبعا. اشوف بقى في هتوصل برضو موضوع فلوس برضو لعمل منهم درامي، برضو موضوع نصب واحتيال رسمي يعني. سميها طبعا نصب اكيد يعني، ما انا ماليش دعوه، انت بتنتج، انا نزلت من بيتي واشتغلت وديت مع يعني بتعب في الاخر يعني. الناس فاكره انه التمثيل سهل يا ناس، انا ده كفايه انك بتشتغل مرات اكتر من 12 ساعه في اليوم. وبنشتغل في كل الظروف، بنشتغل في الحر، بنشتغل في البرد، وبنشتغل بوسط كم في البرد، وبنشتغل لابسين بلطو في الصيف، وبنحفظ قد كده يعني. لو انا حفظت 60 حزب كان زماني دخلت الجنه ضمنت يعني. والله العظيم ففي ارهاق نفسي، وكمان دمعه لما تنزل من عين ممثله اعرف انه وراها الم. انا بمثل مشاهد دراميه او تراجيديه كبيره جدا، في يعني بترهقني نفسيا. مقابل ده ايه؟ انك اديني حقي، لما باخدش حقي فانا مش هسامحك حتى قدام ربنا. سيبك ان انا ممكن اخد فلوسي، ما اخدهمش، هنا الفلوس بتروح وبتيجي احنا بنجيبها، بس قدام ربنا مش هسيب اكيد. طب انت بتطالب بيهم لحد دلوقتي ولا ايه؟ بطالب ورايحه للنقابه بعد اللقاء بتاعي معاكوا على طول عشان اتكلم في الموضوع ده.
مش يعني حسيت ان انت احيانا ما تقدريش يعني مش او ما بتحبيش تفرطي في حقك او تتسامحي في ده، بس الان لدرجه يعني انت ممكن تسامحي؟ اسامح؟ لا انا متسامحه كده جدا يعني، وهم عارفين ده كويس. يعني ان انا ما الجاش للقضاء والجا للنقابه، انا اول حاجه عشان ثقتي في النقابه كبيره جدا، تاني حاجه مش عايزه شوشره. والناس اللي قفلت شركات ومش عارف ايه عارفين انه كان ممكن اضغط بشكل تاني، بس لسه شايفه بالعشره. فانا كده متسامحه ولا لا؟ يعني لو في فلوس ما خدتهاش، يعني اجزاء ما خدتهاش من 3-4 سنين، يبقى انا متسامحه جدا، ودي مش غلطتي انا، لانه مرات بضطر ان انا ادي مهله للناس. بعتبر ان الناس دي بني ادمين ليها اصول، وبتعرف ازاي تقيم وتفكر وتعرف تقدر ان الفنان ده تعب، فلازم ده حق. محدش يتكلم في الحق، محدش يقدر يتناقش في الجزئيه دي. اديك حقك وبعدين اتكلم، مش عايز تديني حقي في الدنيا انا هعرف اخده في الاخر. مش خايفه يقولوا لا انا فريال تثير المشاكل؟ فريال لو اثير المشاكل انا كنت لجأت القضاء وكنت اتكلمت عن ده في الصحافه واديت اسماء. يمكن اول مره اتكلم معاكم عشان حاسه ان انا قلت اول دخله قلت لك ايه، انا فيتو ده بيتي ذاتس ات. انا قاعده معاك في الليفنج دلوقتي بتكلم عن حاجه يمكن الناس هتشاركنا المعلومات دي، بس انا مش مديه دقة كبيرة جدا عن المعلومات، ومش مدية اسماء، مش مدية اسماء طبعا. يعني حتى انت تقولي انك رايحة النقابة بعد اللقاء ده عشان الحاجات اللي انا ما اتكلمتش فيها، يعني طارق عبد العزيز او مش عارفة ايه، ميلودي قفلت، فخلاص حقي هاخده من عند ربنا ان شاء الله. في يوم من الايام طارق عمري ما هسامحه على الحركة اللي هو عملها دي. في ناس بتتزاكى يعني اللي هو ما صورش خير يوم عشان ما اديكش في الجو ده، اللي هو ايه ده؟ ايه ده؟ ما اقدرش اقول الكلمه دي، انا مش عايزه اقولها، مش عايزه اخش في التفاصيل بقى. بس في نقابه قويه في مصر، واكيد انا متاكده انها هتجيب لي حق اكيد. عظيم. هنفك شويه بقى ونطلع من المشاكل ونروح على اي لقاء دايما بيتعمل مع فنان يوسف، الجمهور بيحب يسالها امتى هتدخل القفص الذهبي؟ لما ربنا يسهل، ده نصيب. بص انا يعني كان في مشروع ارتباط وكل حاجه، وفسخت الخطوبه وفسخت كل حاجه فسخت كل حاجه. مستغرب ليه؟ نصيب يعني، نصيب. انا عايز اقول لك على حاجه، يمكن انا سالت السؤال وانا حاطط ايدي على قلبي طبعا، لان انا كنت حاسس، بس والله العظيم كان عندي معلومه مؤكده. ويمكن حتى لما كنا مع بعض اخر مره في مهرجان حفله بورسعيد، بس يعني ليه؟ نصيب، نصيب يعني. ما اكيد اربع سنين من عمرك مش سهلين يعني، اكيد. بس نصيب هقولها اكتر من كده. ما كانش في حتى يعني، حاولت سنه بحالها وانا بحاول اصلح، بس المواضيع زادت عن حدها، زادت جدا يعني. من عندي مش من عندك. ما اقدرش اتكلم في حد، انا ما اخلاقيا ما اقدرش اتكلم في العلاقه دي، غير ان انا اقدر اقول ان انا ربنا كرمني بالعلاقه دي، حبيت كل حاجه فيها، وعشت فيها مشاعر يمكن افتقدتها ناس كتير قوي لسه، يعني يمكن مشاعر دي الناس بتشوفها في المسلسلات، بس حاجه حقيقيه بجد، حب حقيقي كبير جدا. واحتراما للشخص ده انا بكن له كل المعزه وكل التقدير، وما اقدرش اقول غير ان العلاقه اضافت لي بالعكس. يعني هم كانوا 4 سنين حلوين في حياتي جدا، يمكن مش هيتكرروا، بس يمكن مش هيتكرروا بالقدر ده من الحاجات الحلوه اللي كانت فيها، حاجات ايجابيه جدا كانت فيها، فعشان كده انا ممنونه للعلاقه دي.